انا هتكلم مثلا عن حد قريب ليا قوي اخويا امير. تمام. كابتن امير عبد العزيز. طبعا. انا مثلا اقدر اقول لك امير مش يعني ما بيجيش النادي ليه؟ ليه؟ عشان كابتن فاروق جعفر. ماله كابتن فاروق جعفر؟ كابتن فاروق جعفر عنده قناعه غريبه جدا ان امير هو اللي كان مطلع الجيل بتاع 2001 عشان يلعب على جيل 99 اللي هو فيه سيف فاروق جعفر. تمام. فكل اللي بيطلب كل كارترون اول ما جه طلب امير خلي بالك. انما كل اللي بيتقال لك ايه اصل احنا بنكلم امير واصل هو مرتبط بالبنك الاهلي ففي بعض الناس ما حدش بيكلمه اساسا. هو ده الوحيد اللي طلبوا الكارترون بالاسم كابتن سامي الشيشيني وكابتن امير عبد العزيز هم دول اللي طلبهم. كابتن الشيشيني اعتذر امير ما حدش كلمه اساسا. اللي بيروج للفكره دي مين؟ مين؟ هو كابتن فاروق جعفر. لان انا قلت لك انا كنت موجود في النادي ساعتها كنت رئيس قطاع الناشئين كنت موجود فاتكلمت مع كابتن فاروق كتير مره يعني في مره اتكلمنا كتير انا واحنا فهو عنده قناعه معينه ان امير هو اللي حاطط مركب جيل 2001 لان هو اللي بيمرنهم فهو اللي مطلعهم فبيركبهم على الجيل بتاع 99 صحيح وده ما كانش صح ان الراجل شاف كل اللعيبه الموجوده معايا انا يعني كارترون اتفرج على كل فرق الناشئين وانا كنت رئيس قطاع الناشئين في النادي اتفرج على كل فرق الناشئين في النادي معايا واختار دول وقال دول اللي هيفضلوا معايا فوق